صباح الخير عليك استاذ ايمن وعلى كل مشاركي الكرام. يعني احنا اول من اعترف وقال ان احنا عندنا كارثه في السكه الحديد، واحنا السكه الحديد لم تشهد تطوير منذ اكثر من 50 سنه، او تطوير محدود بسيط. عندنا مشكله في العنصر البشري، عندنا مشكله في الصيانه، عندنا مشكله في السكه الحديد، عندنا مشكله في القطارات، عندنا مشكله في العربيات، عندنا مشكله في البنيه الاساسيه. كل ما هو متعلق بالسكه الحديد في مشاكل، في المزقنات، مشاكل في المعابر غير الشرعيه، كل المنظومه كلها بالكامل محتاجه اعاده هيكله بالكامل. عشان تعيد هيكله هذه المنظومه بالكامل محتاج 90 مليار جنيه مش موجودين في موازنه الدوله. اخد بال حضرتك؟ علشان كده احنا مش بننفعل مع وقوع الحادث وتنتهي والشغل اللي هو المناسبات ورد الفعل وبعد كده المسكنات وغيره والمسكنات. لا 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 لا، احنا جمعنا اهم خبراء في مصر في مجال النقل، وضعوا روشته، اولا شخصوا العلاج وشغلوا المشاكل اللي انا قلتها لحضرتك دي، ووضعوا الروشته بتاعت العلاج. وبالفعل احنا واضعين رؤيه ل 15 سنه قدام، مش النهارده ولا بكره ولا بعده، ازاي نعيد هيكله هذه المنظومه. وحتى من ضمن توصياتهم ان احنا نجيب خبراء اجانب يا جماعه يقولوا لنا، يحطوا لنا سيستم للسكه الحديد. طيب خليني اسالك برضو سؤال، لان استاذ احمد انت كنت متواجد مع معالي الوزير لما كان يعني على راس هيئه الطرق والكباري، مظبوط؟ وبعدين انتقلتوا الى الوزاره، مظبوط؟ وده من الشفافيه والوضوح والمكاشفه والاعتراف قدام الناس كلها. انجزتوا ايه في الطرق والكباري وتفاديتوا ايه؟ وفي نفس الوقت عايزين تعملوا ايه دلوقتي في الفتره دي الموجوده عشان تتفادوا ايه؟ لا، ما هو المشاكل اللي حضرتك عنها في السكه الحديد موجوده في الطرق الكباري، وموجوده في المواني، وموجوده في المعديات، وموجوده في المراكب النيليه، موجوده في كل قطاعات وزاره النقل. ما هو احنا بنضع رؤيه متكامله واول مره تحصل في وزاره النقل لكل قطاعات وزاره النقل. يكفي ان انا اقول لك ان ما فيش عندنا منظومه للامن والسلامه في كل قطاعات النقل. ما فيش قطر كان بيطلع في طفايه حريق. ما فيش طريق تقدر النهارده من الطرق القديمه اللي اتعملت زمان قبل 25 يناير تقدر تقول ان الطريق ده تتوافر فيه مواصفات الامن والسلام. ما فيش اي يعني عناصر او احتياطيات تتوافر في قطاعات النقل المرتبطه بحياه المواطنين. عشان كده احنا الاسبوع الماضي طرحنا على مجلس الوزراء انشاء سلطه سلامه النقل. هذه السلطه هتكون مهمتها الاساسيه العمل الرقابه السابقه مش اللاحقه، بمعنى ان انا يكون شغلتها منع وقوع الحوادث. هتكون مهمتها اعطاء التراخيص سواء للقطارات او حتى للسائقين، سواء سائقين القطارات او سائقين الشاحنات او ما الى ذلك. طب انتوا ليه انتوا يعني معلش يعني طالما احنا شغالين بعنصر بشري، يعني العنصر لما نيجي نتكلم على التعليم اجي اقول اطور التعليم ازاي؟ ابدا من المدرس لان هو اللي بيغذي العقول. انا لما اجي اطور السكه الحديد ليه ما ابداش من اللي شغالين العاملين في السكه الحديد بدل ما اقول انا اجيب شركه تدير من بره؟ لا مش جايب شركه يا حبيبي، انا جايب خبراء يعلمونا الاداره، مش هجيب شركه تدير. انت شركه هتدير هتقعد معاك قد ايه؟ سنه اتنين تلاته وتمشي، او خمس ست شهور وتمشي؟ لا، انا عايز ادرب ناسي اصلا. انا جايب خبراء. الفكره ايه يا استاذ ايمن؟ انا بدل ما هودي هبعت الناس اللي عندي يتدربوا بره يقعدوا اسبوع اسبوعين شهر شهرين، لا انا هجيب لهم الناس اللي بره تقعد معاهم خمس ست شهور. طبعا. بدل ما هودي خمسه سته يتدربوا بره انا هجيب الناس اللي بره هيدربوا لي 20 30 50 100 واحد. ومين اللي هيدفع لهم الفلوس؟ يعني ميزانيه المدربين دول يعني؟ مدربين. الموضوع كان فيه قرض جاي من البنك الدولي، قرض ميسر الفايده والاجل. فهو كان الاقتراح ايه؟ ان احنا نشتري شويه عربيات وشويه جرارات وكده. فاحنا لو جبنا برضو عربيات وجرارات ودخلناهم في نفس المنظومه بتاعت اللي فيها مشاكل بتاعت السكه الحديد، ولا كانك عملت اي حاجه خالص. فكان اقتراح ورؤيه وزير النقل ان انا ايه يا جماعه ما تجيبوليش السمكه، انا عايز تعلموني ازاي اصطاد السمكه. هي دي القصه بالظبط. الناس دي جايه تعرفني ازاي ادير، ازاي اشغل، ازاي استغل مقوماتي، ازاي اعمل صيانه صح، ازاي امنع وقوع الحوادث، ازاي اسوق صح، ازاي السكه الحديد بتخسر خسرانه ومديونه. وكان الوزير قال الكلام ده لك في حوار سابق،
36 مليار جنيه على السكه الحديد. صح. بتخسر 5 مليار جنيه في السنه. بتسحب على المكشوف حوالي مليار و200 مليون عشان مرتبات العاملين. شوف كل ده والخدمه سيئه. طيب انا عندي سؤال يا استاذ احمد، يعني معلش عشان نتفادى الحوادث، لما يجي بالبلدي كده طريق فيه مشاكل بنعمل ايه؟ بنقفل الطريق شويه ونصلحه ونعمل الناس حاجه بديله. هل احنا ممكن نعمل السياسه دي في السكه الحديد؟ احنا ممكن طالما احنا ماشيين بعشوائيه وكل واحد على مزاجه يعمل مزلقان وغيره 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 وغيره. هو للاسف الشديد هو الحل اللي انت بتقوله ده كان ممكن يبقى حل كويس جدا، ان انت لو انت اضطررت انك توقف حتى فتره معينه بحيث انك انت تصلح او تصلح صح، ولكن انت مرفق السكه الحديد ده ما زال برغم كل المشاكل اللي فيه ما زال هو يعني الأهم وسيلة أو بالنسبة لملايين المواطنين خاصة البسطاء منهم. القطر تذكرته رخيصة جدا بتناسب معظم المواطنين. طب ما أنتوا في الوزارة قفلتوا كذا خط. احنا قفلنا يعني من حوالي 6 شهور قفلتوا كذا خط، كذا خط قطارات. لا احنا لغينا القطارات مواعيد في قطارات كانت ماشيه فاضيه ما فيش فيها ركاب اللي هي ضعيفه المشغوليه. بدي بنلغيها بس مش الخط كله، احنا ميعاد مثلا معين ما فيش حد بيركبه. وكان وعلى فكره ده كان برضو من ضمن الفشل السابق في الاداره، ان انت سايب قطر ماشي ما فيش فيه ركاب ويقول لك اصل ده خط استراتيجي ولازم يمشي. طب ازاي يمشي؟ انت شوف يا استاذ ايمن عشان ما اضيعش وقتك ولو قلت مشاريك الكرام، احنا نعلم جيدا ان هناك تدني في مستوى الخدمه في السكه الحديد، ونعلم جيدا حجم المشكله، ولذلك احنا وضعنا لها هذه الحلول، وحلول سوف تكون حلول دائمه، مشرط الجراح وليس مسكن، ليس حل مسكن. احنا الرؤيه كلها قدامنا، والنهارده الوزير حتى هو بيزور المصريين اعتذر لهم وقال لهم انا المسؤول واحنا سوق الخدمه المسؤوله، سوق الخدمه هي السبب، وان احنا وارثين ملف صعب جدا، ملف كل مشاكل، وان شاء الله الحكومه الحاليه لديها القدره على انها تعترف بخطائها، لديها القدره على انها تتحمل المسؤوليه حتى طيب. مسؤوليه الاخطاء الاخرين مش مسؤوليتها هي الشخصيه. طيب انا بشكرك جزيلا الاستاذ احمد ابراهيم، طبعا متحدث باسم وزاره النقل. هن